سيادة القاضي، الركن الثاني من الجملة الاسمية، أنا خبر وهو شك مع رفيقي المبتدأ الجملة الاسمية. عظيم، فما شكوى جائزة؟ كنت جالسا أنا والمبتدأ نتسامر وفجأة دخلت علينا كان وأخواتها. وماذا فعلوا؟ أخذوني يا سيادة القاضي وغيروا شكلي أنا فقط دون المبتدأ. كيف ذلك؟ ولما غيرنا من شكل؟ لا أدري يا سيادة القاضي، ولكني أنا والمبتدأ دائما نطوع، ولكنهم أخذوني ونصبوني. هل لديك شهود على ذلك؟ نعم يا سيادة القاضي، وهو المبتدأ وهو الركن الأول من الجملة الإسمية. نادي على الشاهد الأول. الشاهد الأول الركن الأول من الجملة الإسمية المدعو المبتدأ. ما اسمك وما وظيفتك؟ أنا المبتدأ وأنا الركن الأول من الجملة الإسمية. قل والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق، كل ما جاء على لسان الخبر حدث بالفعل. اسكت أنتم الإسماء ولا تخرجتكم القبر. ماذا تقولن فيما أنتم من الكون؟ يا أحد الأصوات أنا كان، هؤلاء إخواتي. أنا أصبح أفيد توقيت في الصباح. أنا أصبح أفيد التوقيت في الضحى. أنا أمس أفيد التوقيت في المساء. أنا بات أفيد التوقيت في الليل. أنا ظل أفيد الاستمرار. وأنا صار أفيد التحول. أنا ليس أفيد النفس. أريد أن أتحدث إلى العديد من كل فقط. يا سيادة القاضي، نحن أفعال ناسخة. ناسخة؟ وضحي كلام. نعم يا سيادة القاضي، هكذا أطلق علينا النحويين. نحن ندخل على الجملة الإسمية فنمسكها، أي نغير من إعرابها، ولكننا نغير من شكل الخبر فقط دون المبتدأ. بدلا من رفعه فنحن ننصبه ويبقى الخبر ويبقى المبتدأ مرفوعا، وإذا خرجنا يعود الخبر مرفوعا. يا المحامي، هل لديك أسئلة للمتهمة؟ نعم يا سيادة القاضي، كان وأخواتها لماذا اخترتن الخبر دون المبتدأ لتقمن بتغييره؟ هل بينكم عداوة من قبل؟ لا أبدا، ولكننا نكون بوظيفتنا فقط، وعلماء النحو حددوا لنا الخبر، أما المبتدأ فلا حروف أخرى تغير من إعرابه. ولماذا تغيران منه؟ لا داعي لهذا السؤال، فإنك قدمت علي من قبل، إنها تنصب بعد ما كان مرفوع. الحكم بعد المداولة. أتشكونني؟ سأنصبك يعني، سأنصبك. اتركي وشاري، إنك ظالمة. اصمت أيها المبتدأ، ستأتي هنا أخواتها غيرونا من شكلك. محكمة! بعد الاطلاع على بعض آيات القرآن وبعض الأشعار وكتب النحو والعرب ومناقشة أساسيات النحو، رأت هيئة المحكمة أن تغيير شكل الخبر عند دخول كان وخواتي عليه ليس التهم ولكنها قاعدة نحوية، وبناء على ذلك حكمت المحكمة ببراءة كان وخواتيه. يا حلال! يا حلال!